حاملا معه آمالا كثيرة في إيقاف التدهور الذي وصل إليه الوضع الإنساني نتيجة يوميات الحرب الطويلة. يمضي الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين في تحركاته الثانية داخل اليمن، جولة بدأت بزيارة العاصمة المؤقتة عدن، التقى فيها الرئيس هادي والحكومة وتجول في أرجاء المدينة التي شهدت دمارا هائلا بعد اجتياح ميليشيا الحوثي وصالح لها. الجزء الآخر من هذه الجولة أخذت الطريق إلى صنعاء، العاصمة الخاضعة لسيطرة سلطة الانقلاب، والتي عقد فيها مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن جملة من الاحتياجات الإنسانية الضرورية لتجاوز ما أسفرت عنه طبيعة المواجهات العسكرية. الزيارة الثانية التي يقوم بها أوبراين لليمن لدراسة واقع الاحتياجات الإغاثية والتدهور الملحوظ في المشهد الإنساني، وكذا دراسة إعادة مكاتب الأمم المتحدة للقيام بأعمالها مجددا، يقول عنها مراقبون أنها لن تختلف عن سابقاتها من الزيارات ما لم تضع في اعتبارها دراسة المسببات الحقيقية التي خلقت واقع المأساة اليمنية وأفرزت في المجمل أوضاعا إنسانية متراجعة على كافة المستويات. وفي الوقت الذي ما يزال يمثل فيه التشاؤم ثابتا على مختلف أرجاء المناطق التي عاشت وما زالت تعيش تبعات الحرب، يقول أوبراين إنه يأمل زيارة تعز للوقوف على أوضاعها واحتياجاتها، موضحا إلى أن هذه الزيارة تحمل في طياتها إنجاز حملة إنسانية لتقديم مزيد من المساعدات التي يحتاجها أهالي المدينة المنكوبة. تحركات تحمل تراتبية أخرى فيما يخص الملف الإنساني في اليمن، وإن كانت هذه المرة بحسب أوبراين تحتوي على إنجازات جديدة فيما يخص أعمال الإغاثة، إلا أن التساؤلات العديدة ما زالت قائمة حول طبيعة شكل تعاطي الجهات الدولية مع المتسببين في خلق هذه الأزمات.